تلك الحجرات شهدت أشياء كثر من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلقت تلك الحجرات امرأة ذات يوم، فخرج صلى الله عليه وسلم فسألها عن حالها وعرفها، فلما عرفها كأن أم المؤمنين عائشة شعرت بشيء، فقال لها صلى الله عليه وسلم: إنها أي المرأة كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، مما يؤمر به المؤمن، مما يقتدي به المؤمن في حياة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يعلم أن حسن تعاهد المرء لجيرانه، لخلانه، لأصدقائه، لرفقته، لأهل حيه، لغير ذلك ممن جمعهم وإياه، ممن جمعهم معه يوم من الدهر، أيا كان ذلكم الحال، يوم نعمة أو يوم بؤس، يوم صحة أو يوم مرض، كل ذلك جدير بأن يفي الإنسان به. العربي الأول يقول: وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة، إن المعارف في أهل النهى ذمم. والشافعي رحمه الله يقول: الحر من راعى وداد لحظة، الحر من راعى وداد لحظة، أي لو كانت هناك لحظة واحدة بينك وبين أخيك فيها من الود وجب عليك أن تفي بها. قال عليه الصلاة والسلام: إن حسن العهد من الإيمان. وقال يقول لعائشة عن تلك المرأة التي طلقت الدار: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، أي كانت تأتيني قبل النبوة، كانت تأتيني زمن أم المؤمنين خديجة، أي في مكة، وهو الآن يتحدث صلى الله عليه وسلم وهو في حجراته في المدينة.